الدنيا اتغيرت، آسيا هي اللي بقت تنتج وبقت إلى أوروبا. إحنا في المنتصف عندنا فرصة إن إحنا نساعد الكل على الوصول إلى أفريقيا والوصول إلى الدول العربية أيضا. فبالتالي في عدد كبير جدا من المشروعات هيتم، مشروعات صناعية، مشروعات لوجستية، خدمات أخرى تخزينية. فهذا المخطط العام جاري الإعداد عشان حد مكتب عالمي يبدأ في وضع هذا المخطط العام. المشروعات اللي هي يعني هل تم بلورة المشروعات اللي هي هتكون فرص استثمارية، وكيفية التعامل، يعني كيفية التعامل مع المستثمر هيكون وضعه ازاي؟ يعني هيتناول المشروعات دي بنظام التملك، بنظام المنفعة، بنظام اي نظام هيبقى؟ طبعا احنا دي موضوع سابق شوية، لان احنا الاول بنحط المخطط العام لسه، ولكن ان ليس هناك تملك، المبدأ كلها بحق الحق الانتفاع. لان المصريين اللي عنده دلوقتي متملك مش هنقدر نعمل فيها حاجة، لكن في المستقبل كل المشروعات اللي هتطلع بحق الانتفاع تمام وتعود للدولة بعد انتهاء الفترة، سواء 50 سنة او ترجع للدولة مرة اخرى. فبالتالي ده المقرر. في نقطة اخرى، ان الشركات الكبرى اللي هتعمل على هذه كلها تبقى شركات مصرية ويملكها المصريين بشكل اللي هي يعني انشاء شركات مساهمة وطنية بالظبط للاكتتاب العام، وهي اللي تشرف رئيس الجمهورية بالظبط كده. في للتجهيز لهذا المشروع الكبير في الوقت الحالي، تم ان هيئة قناة السويس هتبقى هي المظلة الكبرى اللي المشروع، ولكن هناك لجنة موجود فيها وزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة النقل ووزارة الاستثمار والتخطيط، ومع هيئة قناة السويس والمحافظين اللي موجودين سواء بورسعيد او الاسماعيلية او السويس، من اجل ان هذه اللجنة هي المسير بتاعة المشروع يعني. وبالتالي المشروعات اللي هتقام في نظرة شاملة لها بحيث انها تتكامل بالظبط، بحيث انها تدي، عايزين هذا المكان لا يحصلش فيه اي تنمية عشوائية، منضبط وبشكل محدد، وهناك ان شاء الله اهداف نوصل لها منه، اللي هي خلق فرص عمل وانه يبقى من اهم الاماكن اللوجستيه على مستوى العالم. طب يعني الوزاره من مشروعات في هذه المنطقه، يعني هو طبعا حدد شمال غرب خليج السويس. احنا الحقيقه في المنطقه دي على وقت عندنا مشروعات قايمه فعلا. عندنا 5 مناطق حره، 3 في السويس وواحد في الاسماعيليه وواحد في بورسعيد، يبقى 5 مناطق حره دول موجودين. في المستقبل في هذا المخطط العام مطروح ان احنا يبقى عندنا منطقة كبرى عشان تبقى دي اكبر منطقة حرة في هذا الموقع، على 2500 فدان في بورسعيد او شرق بورسعيد. عندنا ايضا هيكون ايه اختصاصها، ايه المنطقة دي؟ المنطقة دي هتبقى معظمها خدمات، منطقة حرة في بورسعيد 2500 فدان في شرق بورسعيد. ايضا عندنا ننزل لتحت شوية، هيبقى عندنا زي ما حضرتك قلت اللي هو المشروع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، المنطقة الاقتصادية. زي المنطقة 2500 يعني ايه شكل الصناعة دي برضو حاجات لوجستية مثلا، خدمات لوجستية للتخزين وتصنيع وصناعة المختلفة اللي بتحتاجها هذه المنطقة. تمام. ويبقى في طبيعي ان انت في الحتة دي موجود قريب من البحر الابيض وجوه البحر الاحمر، فبتبقى بتساعد وحركة بقى السيوف لما تيجي مثلا بعض البضائع هيحصل عليها صناعات تكميلية او صناعات اضافية. كلها صناعات تكميلية واضافية بغرض التصدير. سواء اللي جاي من شرق اسيا او من اوروبا. بالظبط. وهو اللي بيحصل دلوقتي الواقع ان معظم التجارة الكبيرة اللي بتيجي من شرق اسيا عشان تتفرغ ويعاد شحنها على مراكب اصغر، تبقى جاية في مراكب كبيرة وتعاد شحنها على مراكب اصغر. فيعني هنستغل هذا الموقف ان احنا نعرض ان احنا نقدر
نعمل خدمات بتبقى بشكل ايسر على المصدر. عندنا ايضا المنطقة احنا كوزارة بنتكلم على وزارة الاستثمار في منطقة اللي هي في شمال غرب خليج السويس او عند العين السخنة دي 20 كيلومتر مربع تبقى منطقة صناعية كبرى، ودلوقتي في طرح عالمي علشان يأتي الينا مطورين ويبدأوا لعمل البنية الاساسية اللي مطلوبة الترويج لها عند مستثمرين يأتون بهم. هل برزت بعض الدول على السطح بحيث انها مرشحة للاستثمار في المشروعات دي؟ في الشمال غرب خليج السويس على وجه التحديد طبعا عندنا في 6 كيلو تقريبا متعاقدين فيهم مع مستثمر من الصين. في عندنا تقدم في العطاء لحد دلوقتي مجموعتين، مجموعة مصرية وفي مجموعة اخرى من دولة اوروبية. لسه الطرح مفتوح ولما ينتهي هنقدر نقول بالظبط التفاصيل بتاعته. وتحددت المجالات اللي يعمل فيها المستثمر الصيني؟ هي صناعات محددة سواء في بتروكيماويات لان المنطقة دي قريبة لميناء العين السخنة وقريبة لخط صمد، فبالتالي بيقدر يكون فيها صناعات بتروكيماوية، وايضا صناعات مختلفة سواء في منها حاجات تخص السيارات، في حاجات تخص صناعات أساس داخليا بعض التقسيمات المختلفة، ومنها برضو أيضا جزء لصناعات الأدوية. أيضا عندنا في شرق بورسعيد في الوقت الحالي الشركة بتعمل على تجهيز رصيف جديد لتداول الحاويات في شرق بورسعيد. الاستثمارات اللي فيه تتخطى 3 مليار جنيه، وبتدعو للمساهمة معها احد المساهمين الاجانب بنسبة 100% عشان يبقى في خبرة وفي تعاقدات دائمة على هذا الرصيف. جاري الاعداد لطرح حوض في بيت السخنة، ده جاري الاعداد لطرحه مع وزارة النقل. دي المشروعات اللي هي فعلا في الوقت الحالي، وان شاء الله نتوقع انها تكون جزء مهم جدا من المخطط العام بتاع محور قناة السويس. تمام. نروح بقى للمحور الثاني بقى من المشروعات الكبيرة، يعني طريق الصعيد البحر الاحمر. ايه يعني افاق هذا المشروع؟ هذا المشروع الحقيقة قبل الثورة بعمل هذا الطريق الكبير اللي هو 442 كيلومتر. 442 كيلومتر. ولأول مرة بيربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر عشان يبقى عندهم ميناء يقدروا يصدروا منها. فبالتالي يعني عندنا مثلا محافظة ايه؟ عندنا أسيوط وسوهاج وقنا ارتبطوا بالبحر. ارتبطوا خلاص بالبحر. ايه أهمية ده أستاذ رزق؟ احنا انت الصعيد عشان كانت تصدر لازم تطلع بري يعني فوق في الإسكندرية، ودي تعمل حركة صعبة ووقت طويل، ومعظم المنتجات اللي موجودة هناك منتجات زراعية وبتحتاج معالجة بشكل معين عشان حتى يتم تصديرها. دلوقتي هتبقى قريبة أو 5 ساعات يكون موجود هناك، يعني هيفتح مجالات كبيرة للصناعات مختلفة. الطريق ده على جانبي الطريق تم إعداد مخطط برضو ان هيبقى فيه كبيرة، لان المحافظات دي الظهير بتاعها او اكتر من نقطة عمرانية اعتقد 440 كيلو بالظبط. في عندنا في منطقة عمرانية كبيرة جدا، عندنا في بعض المناطق السياحية اللي ما كانش سهل توصل ليها ابتدت تتحط على الخريطة وهتبتدي تتطور. عندنا مشروعات زراعية في ناحية قنا 10 فدان بنعد فيهم عشان نبتدي نترحم على المستثمرين في الوقت الحالي، ومتوفرة ليهم المية والأراضي الزراعية جيدة. مناطق فيها صناعية، وخاصة ان المنطقة دي بطبيعتها فيها يعني ما يسمح بان يكون فيها صناعات كبيرة زي الاسمنت وبعض الصناعات الاخرى التعدينية. ده مشروع برضو من المشروعات العملاقة اذا يعني حبينا. ده انجز منه قد ايه يا استاذ حسين؟ هو الطريق نفسه تم عمله، بنستكمله المرحلة الاسفلت بتاعه وهتتكلف حوالي 650 مليون جنيه، وبدأ
تكوين الشركة، وشركة الصعيد البحر الأحمر موجودة وبتبتدي تجهز المشروعات دي تباعا. يعني الأرض الزراعية انتهينا منها، وفي يعني قبل نهاية العام هيكون تم طرح الأراضي الزراعية اللي فيها. المشروعات الصناعية بنعملها مع الزراعية وبنشوف ازاي يتم التخطيط وإعدادها بشكل جيد عشان يبتدي. وبالتالي طول الطريق ده زي ما قلنا ان هيبقى فيه اكتر من نقطة او مقر عمراني طبعًا. ده متنفس محافظات اللي هي كانت بتعاني من عدم وجود لها ظهير بالظبط كده عمراني، وبالتالي هيبقى لها مجال التوسع، مجال هام جدا، وخاصة ان في منطقة اخرى بنهتم بيها في الحكومة للوقت الحالي، المنطقة اللي هي هاج ونازل، اللي هي منطقة بنسميها المثلث الذهبي. الذهبي من اغنى المناطق بالمعادن في مصر، وبنعمله في الوقت الحالي قصر عشان نبدا في تنميه صناعه في مصر، وهيكون في تطوير للميناء اللي في سفاجه حتى يسمح بالتصدير منه مباشره. تمام. في مشروع كبير برضو يعني اطلق شرارته السيد رئيس الجمهوريه، بداية الدراسات لعمل محطات نووية لاستخدامها في منطقة الضبعة. هل يعني مشروع ضخم ويحتاج لاستثمارات ضخمة، هل بدأ يعني الفكر الاستثماري والتصور الاستثماري يعني تنفيذ هذه المحطات؟ هو طبعا السيد وزير الكهرباء كان عرض على مجلس عشان الموافقة على إعادة البدء. هذا المشروع حيوي جدا بالنسبه لمصر، احنا عندنا بنعاني. لو بتقول بقى ارجع تاني مشاكل المستثمرين، من اكبر المشاكل طبعا ايضا الطاقه. طبعا. يمكن احنا في الوقت الحالي الطاقه هي الاولويه القصوى طبعا، وهتفتح الافاق لان احنا نستطيع ان يكون عندنا دي يمكن واكتر ضعفها كمان. تمام. فبالتالي هو ذاته استثمار كبير وضخم، ولكنه ايضا هيأتي من بعده او هيأتي على يعني نتيجة انه موجود ما كناش قادرين نعملها في الوقت الحالي او ما زلنا ما نقدرش نعملها في الوقت الحالي، هنقدر ان احنا نفتح لها الباب. تمام. عملية طرحه ما زالت طبعا الحاجات دي ما بتطرح عالميا، وكل ما بيحصل فيه تطور بيتم الاعلان عنه. يعني حضرتك تعدنا بعد ان شاء الله يعني عقد المؤتمر الاستثمار الكبير اللي هو يوم 4 و5 ديسمبر ان شاء الله، تعدنا جديد مع سيادتك تحس موجودين معنا في المؤتمر ان شاء الله، بحيث ان احنا برضو نشوف افاق الاستثمار، واعتقد ان عجلة الاستثمار ان شاء الله هتدور في مصر بإذن الله، وبالتالي نتمنى تنشيط الحركة الاقتصادية في وطننا الحبيب مصر، وجذب المزيد من في مناخ آمن ومستقر إن شاء الله. مرة تانية شكر لسيادة الوزير أسامة صالح وزير الاستثمار، شكرا جزيلا. شكرا لك، ونتمنى كل الخير لمصر إن شاء الله، ونلتقي بحضراتكم في لقاء خاص قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.